استقبل سمو الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة نائب رئيس مجلس الوزراء بمكتبه بقصر القضيبية. معالي الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة رئيس ديوان الرقابة المالية والإدارية، وبحضور سعادة محمد بن إبراهيم المطوع وزير شؤون مجلس الوزراء وعدد من كبار المسؤولين بديوان الرقابة المالية والإدارية، حيث تم خلال اللقاء تسليم سموه نسخة من التقرير السنوي 2018-2019 والذي أعده ديوان الرقابة المالية والإدارية وإصداره كجهة مستقلة بهدف تحسين الأداء الحكومي ماليا وإداريا وتأمين المسألة وتعزيز الشفافية وفقا للمعايير الدولية المتبعة وفي إطار القوانين والنظم المنظمة لذلك. وفي ضوء ما قدمه معالي الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة من شرح حول آلية عمل ديوان الرقابة المالية والإدارية وأهدافه في معالجة أوجه القصور وتصحيح ومنع التجاوزات والالتزام بتطبيق معايير الرقابة، أعرب سمو الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة عن بالغ شكره وتقديره لما يقوم به ديوان الرقابة المالية والإدارية من عمل وطني وجهود، مؤكدا تقبل الحكومة لما يتضمنه التقرير من ملاحظات وعلى ضرورة التنفيذ من قبل وزارات الدولة وهيئاتها ذات العلاقة. من جانبه قدم معالي الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة بالغ الشكر والتقدير لسمو الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة على استقباله، مؤكدا أن ديوان الرقابة المالية والإدارية وفي ظل توجيهات حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، وصاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس مجلس الوزراء الموقر، وصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء الموقر ماض في أداء مهامه الموكل إليه مع الحرص على التطوير المستمر تحقيقا للأهداف التي أنشئ من أجلها.